الانجليزي وسنينه. استرها معانا يا رب. انجليش اهو، اجري اعمل كوبايه القهوه بسرعه. كده جهزنا قهوتنا، نقعد بقى مع ابو حميد واحنا متكيفين. السلام عليكم. حالات اف، وللاسف هي حالات اف. انا شايفكم ان انتوا كلكم بتحفظوها، وهي فيها تريكات كتير جدا جدا، فانت لو حفظتها ومعرفتش التريكات اللي فيها فللاسف هتقع في اي جمله فيها. فيجي واحد ويسالني يقول لي هو فعلا يا ابو حميد الموضوع مقلق بالشكل دوت وانا محتاج اعرف التريكات بتاعه اليونت دي؟ هقول لك ايوه يا عزيزي، فعلا اليونت دي مليانه تريكات كتير جدا جدا، وصعب ان انت تفهمها لو انت كنت بتحفظ الجرامر وخلاص. طيب انا محتاج منك ايه قبل ما نبدا؟ محتاجك ان انت قهوتك الجميله وتبدا معايا. فيجي واحد ويسالني ويقول لي ابو حميد انت بتضحك عليا، هي دي كوبايه قهوه برضو؟ اقوم رادد عليك واقول لك يا ابني ما انا قمت ملهوف يا ابني، ما لقيتش قهوه عندي وقلت اسجل لك الفيديو، خليتك انت اهم من القهوه وما رحتش تشتري قهوه عشان اسجل لك الفيديو الشرح. ايه الاوفر ده؟ يلا بينا نبدا بقى. بسم الله. اليونت دي زي ما قلنا هي بتتكلم عن حالات اف. هنبدا كده ان شاء الله نقول ان حالات اف احنا عندنا الحاله الصفريه الاولى الثانيه الثالثه، بس عايزك تركز معايا بقى عشان احنا هنشرحهم بطريقه كده مختلفه شويه. فيجي واحد ويسالني ويقول لي ابو حميد مختلفه ايه؟ ما هم حالات اف وهنعرفهم. هقول لك اصبر على رزقك يا معلم. طيب احنا هنبدا كده ان احنا اول حاجه عايز اعرفك الاول على زمن اسمه زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط دوت انا عايزك تعرف هو بيتكون من ايه، عشان لما اقول لك احنا بنحط المضارع البسيط على طول تعرف انا بتكلم في ايه. اكتب بقى ورايا بالورقه والقلم. المضارع البسيط يا عزيزي بيتكون من الفعل بدون اضافه خالص، او الفعل يكون متضاف له اس او اي اس او اي اي اس. تاني، لو لقيت فعل بدون اضافه او فعل متضاف له اس او اي اس يبقى ده مضارع بسيط. طب انا دلوقتي لو عايز اختار يا ابو حميد مضارع بسيط، امتى اختار فعل بدون اضافه وامتى اختار فعل متضاف له اس؟ اقول لك لو لقيت عندك الفعل بتاعك اي او وي او يو او زي او كان حاجه جمع حط لها فعل بدون اضافه، لكن لو كان هي او شي او ات او حاجه مفرد حط لها على طول الفعل المتضاف له اس او اي اس او اي اس. طب تمام يا ابو حميد، هل ده كده المضارع البسيط بس؟ هقول لك لا، اصبر على رزقك. المضارع البسيط برضو هو is او are وبعدهم يكون في صفة. يبقى تاني لو لقيت is او are وبعدهم صفة يبقى على طول ده زمن مضارع بسيط. يعني ايه يا ابو حميد؟ يعني مثلا لو قلت لك he is better، يبقى اول ما تلاقي هي بيتر عندك في الجمله ديت از وبعدها صفه اللي هي بيتر، يبقى ده فعلا زمن مضارع بسيط. يبقى وعى عليه لما اقول لك الجمله دي في زمن ايه تعرف على طول ان ده زمن مضارع بسيط. يبقى المضارع البسيط هما ثلاث حاجات: الفعل بدون اضافه، الفعل متضاف له اس او اي اس، او از او ار بس يكون وراهم صفه مش وراهم فعل متضاف له اي ان جي، خلي بالك. طيب ده المضارع البسيط. ببساطه بقى تعالى ما نخش بقى في حالات اف بتاعتنا. فقال لي الأول أنا عايزك تعرف إن إف ممكن يجي وراها زمن مضارع بسيط. يبقى تاني إف الجملة اللي لازقة فيها ممكن أحط لك مضارع بسيط اللي إحنا لسه قايلينه من شوية. طب الجملة التانية بتبقى إيه بقى؟ قال لي أنت لو لقيت إف لازق فيها مضارع بسيط وسألتك في الجملة التانية اللي بعدها، فيا إما هتحط لي مضارع بسيط برضو يا إما تحط لي ويل أو ماي أو كان والمصدر. الموضوع ده بقى مقلق يا ابو حميد، انت دخلت لي الدنيا في بعض. اصبر على رزقك وهتعرف ان الدنيا سهله جدا. تاني انا لو قلت لك اف لزق فيها مضارع بسيط يبقى تفكر في مين؟ هتفكر يا اما تختار مضارع بسيط يا اما تختار ماي او كان اول وبعدهم المصدر. طب امتى احط مضارع بسيط وامتى احط ويل او ماي او كان والمصدر دول يا ابو حميد؟ هقول لك ببساطه شديده، لو لقيت ان الجمله بتتكلم عن حقائق او عادات يبقى تختار لي مع المضارع بسيط مضارع بسيط برضو في الجملة التانية. لقيت الجملة ما بتتكلمش عن حقائق ولا عادات حاجة كده وخلاص هتحصل، يبقى تحط لي ويل او ماي او كان والمصدر مع المضارع البسيط. ابو حميد انا حاسس ان الموضوع سهل بس محتاج جمل منك. اقول لك ايوه فعلا انت محتاج جمل. طب تعالى نشوف كده جملة. فالجملة هنا بتقول لك ايه؟ if you heat water it not. فنبدا نشوف دي انهي حاله من حالات اف. طيب الاول بس شوف اف لازق فيها ايه. لقيت عندك هنا اف يو
بعدها هيت فعل بدون اضافه، يبقى ده زمن يا معلم، ده زمن مضارع بسيط. طب حلو قوي، احنا قلنا اف لما تلزق فيها المضارع البسيط نفكر في حاجتين، يا مضارع بسيط يا ويل او مي او كان والمصدر. طيب هنا اختار مضارع بسيط ولا اختار ويل او مي او كان والمصدر؟ نشوف الجمله، هل انت حقيقه او عاده يا ستي ولا انت اي حاجه كده وخلاص؟ فبيقول لك لو انت هتسخن الميه ات ايه، وعايز يحط فعل بويل اللي هي تغلي. اه ما انا فعلا لما بسخن الميه، الميه بتغلي يا ابو حميد، يبقى دي حقيقه. يبقى طالما حقيقه احط مع المضارع بسيط، احط معاه ايه؟ احط معاه مضارع بسيط برضو. طب المضارع البسيط احنا قلنا مع الات بيبقى عامل ازاي؟ قلنا ان هو الفعل متضاف له اس او اي اس او اي اس، يبقى اختار من الاختيارات بتاعتي بايلز. لا 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 تعالى لي خد الجمله دي كمان. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك اف اي ريد امبيد اي نوت اسليب اتس هابت. يبقى كده الاول نشوف اف بعدها ايه. فلقيت عندي هنا بيقول لي اف اي ريد، ريد هنا فعل بدون اضافه. طب حلو قوي، يبقى كده الفعل هنا في زمن المضارع البسيط. طب يا ابو حميد احنا قلنا بقى اول ما نلاقي اف لازق فيها مضارع بسيط بنفكر الناحيه الثانيه، يا نحط له مضارع بسيط برضو يا اما نحط له ويل او مي او كان والمصدر. وقلنا لو بنتكلم عن حقائق او عادات بنختار مين؟ بنختار مضارع بسيط. لو ما بنتكلمش عن حقائق او عادات يبقى بنحط مين؟ بنحط ويل او مي او كان والمصدر. طب ما هنا الجمله يا معلم في اخرها بقول لك ايه؟ اتس هابت. طب ما هابت دي معناها ايه؟ معناها عاده. طب ما طالما بتكلم عن عادات يبقى على طول احط الجمله الثانيه برضو مضارع بسيط زي الجمله الاولى عشان تبقى حاله صفريه. يبقى اختار من عندي هنا مع الاي، اختار فعل يكون بدون اضافه خالص، يبقى اختار فول. طيب يجي واحد ويقول لي ابو حميد بصراحه كده انا ساعات بتلخبط من الكلمات اللي شبه بعض والتصريفات اللي شبه بعض دي، يعني انا كنت ممكن اختار اول اختيار عندي اللي هو فيل ده، هو انا ازاي اعرف ان ده مش المصدر والتاني ده هو المصدر؟ هقول لك ببساطه كده، خليك ذكي دايما في اختياراتك. هو مش جايب لك هنا ويل فول في الاختيارات صح كده؟ طب واحنا عمالين نقول ويل او مي او كان بيجي وراهم ايه؟ مش بيجي وراهم الفعل في المصدر؟ ايوان، يبقى اكيد ويل فول، يبقى فول ده اللي هو الفعل في المصدر يا معلم اللي هو بدون اضافه، يبقى هو ده اللي اختاره، يبقى فيل دوت مش فعل بدون اضافه. فهمت بنجيبها ازاي؟ طب اديني جمله كمان يا ابو حميد، جمله كمان. بيقول لك ايه؟ if the bus arrives late again I not a taxi. فنبدا برضو نشوف ديت انهي حاله من حالات اف، فنشوف اف جاي وراها زمن ايه. فلقيت هنا بيقول لي اف ذا باس ارايفز، فعل متضاف له اس او اي اس، يبقى ده فعل في زمن ايه؟ في زمن المضارع البسيط. واحنا قلنا اف لما يلزق فيها مضارع بسيط الناحيه الثانيه بنحط يا مضارع بسيط يا اما ويل او مي او كان والمصدر. طب حلو قوي، نشوف الجمله، هل انت حقيقه او عاده؟ لا انا لقيته هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو الباص، لو الاتوبيس جه متاخر مره ثانيه، هي دي عادة يا معلم؟ دي حقيقة يا معلم؟ لا، يبقى دي ولا حقائق ولا عادات، يبقى على طول اختار معاها ايه؟ يبقى اختار معاها ويل او مي او كان والمصدر، يبقى اختار من عندي ايه؟ ويل تيك. يبقى لحد دلوقتي كل اللي احنا قلناه ان احنا قلنا طريقة حل بتقول ايه؟ بتقول ان انت لو لقيت اف جالك في اول الجملة ولزق فيها المضارع البسيط، يبقى الناحية التانية لو سألك فيها اللي هي الجملة التانية تحط لي يا اما مضارع بسيط يا اما ويل او مي او كان والمصدر. وقلنا نحط مضارع بسيط في الجملة التانية لما تكون الجملة بتعبر عن حقائق او عادات، ونحط ويل او مي او كان والمصدر في الجملة التانية لو الجملة ما بتعبرش عن حقائق ولا عادات وجايب لي مضارع بسيط بعد اف. تمام كده؟ تمام. طب يا ابو حميد دي الحالة الاولى بقى ولا الصفرية ولا ايه؟ انا مش عايز احفظهم لك. ليه؟ انت مش داخل امتحان عربي مش هيقول لك دي الحالة الكام، الاولى ولا التانية. لا، انا عايزك تعرف لو جه ايه تحط ايه، لو جه كذا تحط كذا، لو جالك حقيقة تستخدم ايه. انا عايزك بس تعرفها بالطريقة دي. وللعلم بالشيء اف لما بيجي بعدها مضارع بسيط، مضارع بسيط بتبقى هي دي الحالة الصفرية، واف لما بنحط وراه مضارع بسيط والناحية التانية ويل او مي او كان والمصدر ديت بتبقى الحالة الاولى. طيب تعال نشوف جملة كمان. فالجملة هنا بتقول لي ايه؟ if you not something it falls to the ground. هنا بقى ما سألش في الجملة التانية، هنا سأل في الجملة اللي لازقة في اف، صح كده؟ تمام. طيب نبص على الجملة الكاملة، طبيعي. طيب لما نبص على الجملة الكاملة تعالى ما نشوف هي جايه في زمن ايه. فبيقول لي it falls فعل متضاف له اس، يبقى ده زمن ايه؟ ده زمن مضارع بسيط. طب هي انهي حالة
اللي بيجي معاها مضارع بسيط الناحية التانية في الجملة التانية. أيوة، اللي هي الحالة اللي مكتوبة فوق، اللي هي قلنا لو جه إف بعدها مضارع بسيط الناحية التانية بنحط مضارع بسيط. هو بقى هنا لخبطك، جاب لك النقط في الجملة الأولى وحط لك في الجملة التانية مضارع بسيط. يبقى أقول له يا معلم أنا كده كده عارف إن أنت لو جبت لي في الجملة التانية مضارع بسيط فأنت أكيد لازم تكون عايز في الجملة الأولى مضارع بسيط عشان تبقى الحالة الصفرية، يبقى أختار مضارع بسيط من هنا. طيب المضارع البسيط مع يو، يبقى أحط فعل بدون إضافة، يبقى أختار دروب. لا يا أبو حميد اديني جملة كمان، تعال نشوف الجملة دي. بيقول لك ice نقط if it's heated. يجي واحد ويقول لي أبو حميد اف جت في نص الجمله هنا وانت عمال تجيبها لي في الشرح ان هي بتيجي في اول الجمله، هقول لك ايوه انت عندك حق. طب نحلها ازاي دي يا ابو حميد؟ هقول لك ما تقلقش، اف لو جت في نص الجمله عايزك تعرف ان لو لزق فيها المضارع البسيط يعني بعدها كان جاي مضارع بسيط يبقى تحط لي قبلها يا مضارع بسيط يا ويل او مي او كان والمصدر. وعايزك بقى تقول لي احط مضارع بسيط امتى واحط ويل او مي او كان والمصدر امتى؟ ايوه لما تبقى حقيقه او عاده هقوم حاطط قبلها مضارع بسيط، لكن لو ما كانتش حقيقه او عاده يبقى احط ويل او مي او كان والمصدر. طيب هنا بقى بيقول لك التلج ايه if it's heated لو اتسخن. الله ده ديت كده يا ابو حميد حقيقه صح، لما بنسخن التلج بيسيح، يبقى كده دي حقيقه. يبقى احط قبل اف مضارع بسيط برضو عشان تبقى الحاله الصفريه اللي هي بتعبر عن الحقائق والعادات. هقول لك الله ينور عليك. طب المضارع البسيط مع حاجه مفرد زي الايس التلج كنا بنحط معاه ايه؟ كنا بنحط فعل متضاف له اس او اي اس او اي اي اس. اقول لك الله ينور عليك، يبقى اختار من هنا ايه؟ يبقى اختار ميلتس اللي هي الفعل المتضاف له اس او اي اس او اي اس. يبقى لحد دلوقتي قلنا اف لما تيجي في اول الجمله لو جاب بعدها مضارع بسيط الناحيه الثانيه بنختار يا مضارع بسيط يا اما ويل او مي او كان والمصدر. لو سالني في الجمله الاولى وانا اصلا الجمله الثانيه كان جايبها لي مضارع بسيط او ويل او مي او كان والمصدر يبقى بحط له في الجمله الاولى مضارع بسيط، لكن لو جاب لي اف في نص الجمله ولقيت بعدها المضارع البسيط وسالني قبلها يبقى هيبقى عندي احتمالين برضو ان انا يا اما احط له مضارع بسيط لو كانت الجمله حقيقه او عاده، يا اما لو ما كانتش حقيقه او عاده احط له ويل او مي او كان والمصدر. طب تعال نشوف جملة كمان. بيقول لي we can go for a walk if you not early. جاب اف النص صح؟ تعال ما نشوف بقى هو هنا جاب لي النقط بعد اف مش قبلها، احنا الجملة اللي قبلها كان جايب لي نقط قبل اف. تعال نشوف ببساطة كده، بيقول لي we can go، كان والمصدر. مش احنا قلنا ان اف ممكن تيجي في نص الجملة ويبقى قبلها ويل او مي او كان والمصدر لو بعدها مضارع بسيط؟ ايوه كده، يبقى هختار بعدها ايه؟ زمن مضارع بسيط. طب المضارع البسيط مع يو يبقى اختار الفعل بدون اضافه. طب فين الفعل بدون اضافه؟ هو كم. طب يجي واحد ويقول لي ابو حميد كين دوت شبه كم اللي هو الاختيار الاخير ده، هو انا لو اتخميت فيه واخترته انا مش عارف بصراحه اختاره ازاي. هقول لك زي ما عملنا بالظبط، مش احنا قلنا ان ويل بيجي وراها الفعل في المصدر؟ ايوه. طب ما هنا ويل جاي بعدها ايه؟ جاي بعدها كم صح كده، يبقى كم ده هو الفعل اللي في المصدر اللي بدون اضافه، يبقى هو ده اللي انا اختاره يا معلم، لكن كيم هي التصريف الثاني من كم. طيب تعالى اما ناخد كده ملحوظايه صغنونه كده ولذيذه بس نشوف الجمله ونشوف هنغلط فيها ازاي واقول لك الملحوظايه. الجمله بتقول لي ايه؟ بتقول لي if you put this bottle of water in the freezer tomorrow it not into ice. فيجي واحد ويقول لي ابو حميد انا لقيت هنا بعد اف بوت فعل ايه؟ فعل بدون اضافه، يبقى ده مضارع بسيط. هقول لك تمام. يقول لي الناحيه الثانيه المفروض اختار يا مضارع بسيط يا ويل او مي او كان والمصدر. هقول لك تمام. ويقول لي ابو حميد الجمله ديت بتقول لو انت حطيت الازازه ديت في الثلاجه تومورو او في الفريزر تومورو غدا هتتحول لايس ثلج. ويقول لي دي حقيقه. هقول لك تمام. يقول لي يبقى احط مضارع بسيط. هقول لك مش تمام. ليه بقى؟ فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد طب ما انت كده بتلخبطني بقى، ما انت قلت لي من شويه ان الحقائق بحط معاها مضارع بسيط والناحيه الثانيه مضارع بسيط. هقول لك انا فعلا قلت كده، بس الملحوظيه بتاعتي بقى بتقول لي ايه؟ بتقول لي لو كانت الجمله بتاعتك عباره عن حقيقه بس لقيته جاب لك
تحديد زمن في الجملة، ما هنا جايب لك tomorrow، يبقى لو جاب لك تحديد زمن في الجملة او جاب لك this او this او that، على طول ما تختارش المضارع البسيط في الجملة التانية وتحطها حالة صفرية، لا خليها حالة اولى واختار معها will او may او can والمصدر. تاني الملحوظة بتقول لي ايه؟ لو كانت الجملة حقيقة ولقيته بيحدد لك زمن في الجملة، هنا كان بيحدد لي بيقول لي tomorrow اهو، يبقى لو كان بيحدد لي زمن او حط لي كلمات الاشارة اللي هي this او this او that، هقول له يا عم الحاج كده انا مش هختار لك الحالة الصفرية، انا هختار لك الحالة الاولى واختار من عندي will او may او can والمصدر، يبقى اختار من هنا ايه؟ will turn اللي هي الاختيار الاولاني. يبقى اوعى تغلط في الغلطة دي. بعد كده بقى تعالوا بقى اما نخلص من المضارع البسيط ده، عمين نقول مضارع بسيط مضارع بسيط، نخلص بقى من المضارع البسيط شوية. فبيقول لي ان اف ممكن ما يجيش بعدها مضارع بسيط، ممكن يجي بعدها زمن تاني اللي هو الماضي البسيط. الاول هو الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ قال لي الماضي البسيط بيتكون من الفعل متضاف له دي او اي دي او اي اي دي، او فعل يكون شاذ في التصريف التاني. يبقى انت لو لقيت اف جاي بعدها فعل متضاف له دي او اي دي او فعل في التصريف التاني، يبقى الناحية التانية تختار لي فاعل بعد كده would او could او might والمصدر. ببساطة بقى خالص اهو، يبقى لو if لقيت بعدها ماضي بسيط الناحية التانية تحط لي would او could او might والمصدر. طب لو جاب لك الجملة الكاملة فيها would او could او might والمصدر، يبقى تحط لي بعد if ايه؟ ايوه هتحط لي الماضي البسيط طبعا. لا يا ابو حميد اديني الجملة. الجملة هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك if I found a gun in the street I not it to the police. فلقيت هنا if بعدها I found، found دوت التصريف التاني من find. طب طالما التصريف التاني يبقى ده زمن ايه؟ ده زمن ماضي بسيط. يبقى طالما زمن ماضي بسيط يبقى الناحية التانية حط ايه؟ يا would يا could يا might والمصدر. طب هنا اختار من عندي ايه؟ لقيت عندي في الاختيارات would ومعها take. اوعى تختار would have taken ديت، عشان دي حاجة تانية، احنا قلنا عايزين would او could او might والفعل في المصدر، يبقى اختار ايه؟ اختار would take. طب جملة كمان بيقول لي ايه؟ بيقول لي what would you do if you not a millionaire. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا هنا لقيت اف نص الجملة، هقول لك تمام. يقول لي وانت قلت لي ان اف بتيجي في اول الجملة وبيجي بعدها الماضي البسيط بعد كده would او could والمايت والمصدر، وهنا اف جاء في نص الجملة، بس بصراحة ابو حميد انا ممكن القطها لوحدي لان قبلها اصلا جايب لي would والمصدر اللي هي would you do. ويقول لي طب ما انا يا ابو حميد انت لسه قايل لي ان would بتتربط كده بزمن الماضي البسيط، يبقى انا ممكن اقول على طول ان انا اختار ماضي بسيط من هنا. اقول لك الله ينور عليك. يبقى اف لما بتيجي في النص لو جه بعدها ماضي بسيط بنحط قبلها would او could او might والمصدر، ولو جاب قبلها would او could او might والمصدر بعدها بنحط الماضي البسيط. ولسه قليل الماضي البسيط ده اللي هو بيتكون من ايه؟ الفعل متضاف له دي او اي دي او اي اي دي او فعل شاذ. طب هنا في الاختيارات لقيت فعل متضاف له دي او اي دي او فعل شاذ؟ لا. عايز اقول لك بقى يا عزيزي ان الماضي البسيط هو كمان عبارة عن الووز او الوير وبعدهم الصفة. احنا كنا قلنا المضارع البسيط ممكن يتكون من از او ار وبعد كده الصفة، صح كده؟ برضو الماضي البسيط بنستخدم معاه يا ووز يا وير وبعدهم الصفة، وخلي بالك مش وراهم فعل متضاف له اي ان جي، لان ووز او وير لو جي وراهم اي ان جي بقت ماضي مستمر، لكن لو جي وراهم صفة يبقى كده بقت ماضي بسيط. بس الملحوظة بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان في قواعد اف وخاصة لما اكون عايز تحط ماضي بسيط وعايز تختار ووز او وير من اختياراتك ما تفكرش في ووز وفكر دايما في وير. فيجي واحد ويسألني يا ابو حميد طب ما في حاجات ما بتاخدش وير وبتاخد ووز، يعني انا لو بتكلم عن هي ما ينفعش اقول مثلا هي وير، بقول هي ووز صح؟ هل بقى هنا اللي هي هحط معاها وير؟ ايوه. طب ليه بقى؟ دي قاعدة كده اسمها قاعدة استحالة الحدوث، معناها ان هو بيتمنى كان يبقى مكان الحاجة دي. طب يا ابو حميد انا مطالب ان انا اعرف كل الكلام ده؟ لا للأسف انت مش مطالب تعرف كل الكلام ده، انت اللي مطالب تعرفه ان انت لما تكون عايز تختار ماضي بسيط يبقى فعل متضاف له دي او اي دي، اما فعل شاذ. طب ما لقيتهمش يبقى فكر في مين؟ في وير بس لو بعد النقط صفة، وما فكرش في مين؟ في ووز. طب هنا بص كده لقيت عندي الاختيارات فيها وير ولقيت فيها ووز وار وهاد بيم.
المفروض ان انا هنا ما لقيتش عندي فعل مضاف له دي او اي دي ولا فعل شاذ زي ما احنا شفنا في الاول. طيب عندي ووز او وير، نختار مين فيهم؟ طالما انا عايز اختار ماضي بسيط مع قاعده اف يبقى ما اختارش ووز واختار وير. اوعى تنسى الملحوظه دي ابدا، عشان لو عايز يلعب في الامتحان هيلعب في التريكات البسيطه دي. طيب خلينا بقى نخش على حاجه تانيه غير الماضي البسيط بقى والمضارع البسيط. نخش في حاله نخش في الحالة الأخيرة اللي هي بتاخد زمن الماضي التام. طبعا الماضي التام اللي هو بيتكون من إيه؟ بيتكون من هاد والتصريف الثالث للفعل. دلوقتي السؤال، أنا لو إف لقيت لازق فيها الماضي التام اللي هو هاد والتصريف الثالث للفعل، الناحية التانية أبو حميد أختار إيه؟ قال لي الناحية التانية تختار يا ود يا كود يا مايت، بس مش وراهم المصدر، وراهم هاف والتصريف الثالث للفعل. يبقى انا لو لقيت ماضي بسيط كنت بحط وود او كود او مايت بس وراهم المصدر، لكن لما الاقي ماضي تام احط وود او كود او مايت بس بعدهم هاف والتصريف التالت للفعل. طب خليني اسالك، لو سالك في الجمله اللي بعد اف وحط لك الجمله الكامله فيها وود او كود او مايت وبعدهم هاف والتصريف التالت، يبقى انت على طول هتحط لي زمن ايه؟ الماضي التام، هنعتبرهم صحاب. يعني انت لقيت وود او كود او مايت معاهم هاف وتصريف تالت، على طول هيشدوا صاحبهم اللي هو مين؟ الماضي التام. طب لو لقيت الماضي التام اكيد هيروح يجيب صاحبه اللي هو وود او كود او مايت وبعدهم هاف والتصريف التالت للفعل. لا ابو حميد اديني كام جمله، تعالى كده اما نشوف الجمله هنا يا عزيزي. بتقول لي if you had told us about the bad service we not in the restaurant yesterday. فنيجي نبص كده لقينا قاعده اف عندنا. طيب اف بعدها ايه؟ لقيت بعدها هاد تولد، هاد والتصريف التالت، يبقى كده بيتكلم في الماضي التام، جايب لي بعد اف ماضي تام. طب انا طالما لقيت بعد اف ماضي تام قلنا الناحيه التانيه بناخد صاحبهم اللي هو مين؟ وود او كود او مايت ومعاهم هاف والتصريف التالت للفعل، يبقى اختار من عندي مين؟ هختار وود هاف بين ولا وودنت هاف بين؟ طب لما اجي ابص في الاختيارات هلاقي عندي وود هاف بين وودنت هاف بين، الا ده الاتنين يا ابو حميد، واحده منفيه وواحده مش منفيه. الاقي واحد تاني بيقول لي طب ما نترجم الجمله عشان نشوف هي معناها منفي ولا مش منفي. ايوه كده. طيب هنا بيقول لك ايه؟ if you had told us، لو انت قلت لنا about the bad service، لو كنت اخبرتنا عن الخدمه السيئه اللي موجوده هنا، احنا ايه للريستورانت ده؟ هل كنا هنروح ولا ما كناش هنروح؟ كناش هنروح طبعا، يبقى ما كناش هنروح، يبقى عايز انفي، يبقى اقول wouldn't have been. يبقى فهمنا الحته ديت. يبقى انا لقيت ماضي تام اختار وود او كود او مايت وبعد كده هاف والتصريف الثالث. لقيت عندي وود هاف والتصريف الثالث وودنت هاف والتصريف الثالث، يبقى ترجم الجمله واشوف معناها منفي ولا لا. يبقى لحد دلوقتي احنا عرفنا ان المضارع البسيط صاحبه انه ممكن يجيب مضارع بسيط زيه او ويل او مي او كان والمصدر، وعرفنا برضو ان صاحب الماضي البسيط هو would او could او might والمصدر، وعرفنا ان صاحب الماضي التام هو would او could او might بس وراه have والتصريف التالت للفعل. فهمنا الحتة دي؟ عندي بقى ملحوظية كده لذيذة كده في الاخر ونختم بقى بيها الفيديو. الاول تعال ما نشوف الجملة ونشوف انت هتحلها ازاي، وعرفك الملحوظة من حل الجملة الغلط بتاعك. الجملة هنا يا معلم بتقول لك if you are tired not to bed، فانت طبيعي هتحلها هتقول لي تعال ما نشوف يا ابو حميد if وراها زمن ايه. فإف هنا بيقول لك يو ار، جاب لك ار، ما احنا قلنا الاز والار دوت بيعبر عن زمن ايه؟ بيعبر عن المضارع البسيط. يبقى المفروض يا مضارع بسيط يا اما ويل او مي او كان والمصدر، صح كده؟ ايوه. ويجي واحد ويترجمها ويقول لي يا ابو حميد هنا اف يو ار تايرد، لو انت تعبان اذهب للسرير، ديت مش حقيقه ولا عاده، يبقى هنا المفروض احط ويل او مي او كان والمصدر. اقول له تمام، ويقول لي هنا في الاختيارات لقيت عندي ويل جو، يبقى اختار ويل جو، يبقى هي دي الاختيار الصح. هقول لك للاسف الاختيار غلط. طب ليه الاختيار غلط يا ابو حميد؟ هقول لك لان هنا الكوما جاي وراها النقط على طول، يعني حاطط لك النقط في اول الجمله. ففي ملحوظه كده عايزك تعرفها لنفسك بعيدا عن الجرامر ده. لو النقط جات لك في اول اي جمله، اي جمله انجليش، النقط لقيتها في اول الجمله، اعرف على طول ان ديت الجمله الامريه. فتحط لي حاجه من اتنين، يا اما فعل في المصدر يا اما دونت وبعد كده الفعل في المصدر.
تاني بقى الموضوع بكل بساطة، النقط لو لقيتها في اول الجملة وعايز يحط فعل على طول تحط لي يا اما مصدر لو انت عايز تأمره انه يعمل الحاجة، يا اما don't والمصدر لو عايز تأمره انه هو ما يعملش الحاجة. فهنا بيقول لي الرجل بيقول له لو انت تعبان ما تروحش سرير ولا روح على سريرك، بيأمره ان هو يروح على سريره، يبقى اختار المصدر، يبقى اختار go. طب لو كان شقلبها لي قال لي النقط to bed if you are tired، برضو ما جايب لي النقط في اول الجملة يا معلم، يبقى طالما النقط في اول الجملة يبقى دي الجملة الايه؟ الامرية على طول. طب الامرية قلنا بتتكون من ايه؟ تتكون من الفعل في المصدر يا اما don't والفعل في المصدر، وهنا بيأمره ان هو يعمل الحاجة، يبقى اختار الفعل في المصدر اللي هو go. اوعى تنسى الحتة دي، وعايزك اول ما تجيلك في الامتحان قول بس دي ملحوظة ابو حميدة هي تلاقيتها، عشان ما تنساهاش. الاف الاول لازم تكون مراجع اصلا على حالات اف اللي هي الحالة الصفرية والاولى والتانية والتالت، عشان لما نقول البدائل بتاعتهم يبقى انت قادر تفهم اللي انا بقوله كويس. طيب ببساطة شديدة احنا كنا قلنا ان احنا عندنا كذا حالة من حالات اف. كنا قلنا ان احنا عندنا اف لما بيجي بعدها مضارع بسيط ممكن الجملة التانية حطها مضارع بسيط ويبقى اسمها الحالة الصفرية، وقلنا كمان ان اف ممكن احط بعدها مضارع بسيط برضو، والناحية التانية هحط will او may او can وبعد كده الفعل في المصدر، وقلنا ان دي اسمها الحالة الاولى. وقلنا الفرق بين الحالة الصفرية والحالة الاولى ان الحالة الصفرية كانت بتعبر عن الحقائق، انما الحالة الاولى بتعبر عن اي حاجة تانية غير الحقائق. يعني انا لو كان جاب لي بعد اف مضارع بسيط وانا المفروض الناحية التانية افكر انا هختار مضارع بسيط ولا اختار ويل او مي او كان والمصدر، كنا بنشوف والله انت يا ست الجملة انت بتتكلمي عن حقيقة، والله لو انت بتتكلمي عن حقيقة يبقى احط لك مضارع بسيط برضه، لكن لو كنت بتتكلمي عن حاجة تانية غير حقيقة فكنا بنحط مين؟ كنا حط will او may او كان وبعدهم الفعل في المصدر. وقلنا برضو ان if ممكن ما يجيش بعدها مضارع بسيط، ممكن يجي بعدها الماضي البسيط، والناحية التانية كنا بنحط would او could او might وبعدهم المصدر، وكنا مسميين دي الحالة التانية. واخر حاجة كنا قلناها ان if لو جاب لي بعدها ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث للفعل، كنا الناحية التانية بنحط would أو could أو might بس مش بعدهم مصدر، كان بيبقى بعدهم have والتصريف الثالث للفعل. دي الحاجات اللي احنا قلناها في يونت 14 بكل بساطة. طيب يا ابو حميد احنا في اليونت دي هنتكلم عن ايه بقى؟ تعالى يا عزيزي كده معايا عشان اقول لك. في الاول انا عايزك تعرف ان if دي معناها اذا او لو. تاني if معناها ايه؟ اذا او لو. قال لي عكس كلمة if كلمة تانية اسمها unless، و unless معناها اذا لم او لو لم، يبقى تاني if معناها اذا او لو، unless معناها اذا لم او لو لم. وعايزك تعرف برضو ان unless هي هي نفس القواعد بتاعت if، يعني لو جه بعدها مضارع بسيط فالناحية التانية بحط will او may او can والمصدر، لو جه بعدها ماضي بسيط بحط would او could او might والمصدر الناحية التانية، لو جه بعدها ماضي تام فبحط الناحية التانية would او could او might وبعدهم have والتصريف الثالث للفعل. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد امال ايه الفرق بينهم؟ هقول لك الفرق في المعنى يا عزيزي. يعني if احنا قلنا معناها ايه؟ معناها اذا او لو، unless معناها اذا لم او لو لم. طب يجي واحد ويقول لي والله يا ابو حميد انت كلامك يبان سهل بس عايزين نشوف الجمل عشان نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده يتطبق ازاي في الجمل. تعال معايا الجمله مثلا عندك هنا بتقول لك unless you study hard you not succeed. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا هعتبر ان unless ديت هي هي if وهشتغل القواعد بتاعتي عادي. هقول لك تمام. طيب انت هنا unless جايب بعدها ايه؟ بيقول لك you study، جايب لك فعل بدون اي اضافه مع you، يبقى دوت كده زمن مضارع بسيط. طب واحنا قلنا unless لما بيجي بعدها مضارع بسيط الناحيه الثانيه بنحط ايه؟ قلنا بنحط will او may او can والمصدر. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا لقيت عندي في الاختيارات هنا will والمصدر، ولقيت النفي بتاعها اللي هو want والمصدر.
اختار مين فيهم يا ابو حميد؟ هل اختار ويل؟ هقول لك لا، اصبر بقى، انت لسه قايل لي ايه؟ لسه قايل لي ان موجوده ويل وموجوده النفي بتاعتها، يبقى انا هشوف الجمله، انا هترجمها، هشوف معناها ماشي مثبت ولا ماشي منفي. والله لو ماشي منفي يبقى هاخد وونت، لو ماشي مثبت يبقى هاخد ويل. فتعالى منترجم الجمله، فبيقول لك unless you study hard، يعني اذا لم تذاكر بجد يو اي سكسيد، انت هتنجح. ينفع اقول لو لم تذاكر بجد انت هتنجح ولا انت مش هتنجح؟ مش هتنجح صح؟ يبقى انا عايز اقول مش هتنجح، يبقى انا كده بنفي، يبقى مش هحط ويل لكن هحط مين؟ هحط وان. فيقوم واحد قايل لي ايه ده يا ابو حميد، ده هي نفس قواعد اف بالظبط، نفس قواعد اف بالظبط بس هي مع اختلاف المعنى. هقول لك ايوه، وحاول بس في الجمل بتاعت unless ديت حاول تفرق بين الحاجه المثبته والحاجه المنفيه. يعني لو جاب لك ويل والنفي بتاعها وان، يبقى شوف الجمله ماشيه منفيه ولا مثبته. ومثلا لو جاب لك بعد unless ماضي بسيط وعايزك تختار would ولا wouldn't والمصدر، فبرضه تترجم الجمله تشوف الجمله معناها ماشي مثبت ولا نفي. لو نفي هختار wouldn't، لو مثبت اختار would، وهكذا بقى في كل الحالات بتاعه unless. تعال اما اوريك برضو الجمل اللي بتيجي على unless بتبقى عامله ازاي. فالجمله هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي you will fail not you study hard. عايز نختار if ولا unless ولا الحاجات دي كلها؟ يعني عايز نشوف الجمله ماشيه بلو ولا لو لم. فبيقول لك ايه؟ انت يو ويل فيل، انت هتسقط ايه؟ انت ذاكرت بجد. هل ينفع اقول انت هتسقط لو انت ذاكرت بجد؟ لا طبعا، لكن ينفع اقول هتسقط لو لم تذاكر بجد. يبقى عايز اقول لو لم او اذا لم، يبقى اختار مين؟ unless. طب انا لو شلت لك فيل دي وخليتها سقسيد، يعني انت هتنجح ايه؟ انت تذاكر بجد. يبقى هتيجي تقول لي لو انت بتذاكر بجد صح؟ يبقى عايز اقول لو مش لو لم، يبقى احط هنا ايه؟ يبقى احط اف، ما احطش unless. يبقى فهمنا الحته دي؟ يبقى الفرق بينهم بكل بساطه ان اف معناها لو، لكن unless معناها لو لم او اذا لم. طيب تعال ما نشوف جمله كمان. فالجمله هنا بتقول لي we will be at work in time نقط the bus comes soon. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا هترجم الجمله عشان اشوف هي هنا هتنفع unless ولا لا اللي هي جايبها لي في الاختيارات. هقول لك تمام، ترجم الجمله. فالجمله هنا بتقول لك we will be at work in time، يعني احنا هنكون في الشغل في ميعادنا. ايه؟ الباص جه قريب. فهل هنا ينفع اقول احنا هنبقى في الشغل في ميعادنا لو لم الاوتوبيس جه قريب؟ لا طبعا، ده الاوتوبيس، يعني هو عايز يقول لو الاوتوبيس جه دلوقتي او جه كمان شويه صغيرين يبقى انا كده هبقى في شغلي في ميعادي. يبقى عايز يقول كلمه لو مش لو لم. طب لو يا ابو حميد احنا عارفين ان هي معناها اف، وانا هنا ما عنديش اف في اختياراتي اصلا، ينفع ان انا اختار unless وخلاص؟ هقول لك لا، اثبت بقى عندك عشان نشوف الملحوظه اللي بعد كده. الملحوظه بتقول لي ان اف ليها شويه بدايل، يعني انت لو ما لقيتش اف في الاختيارات بتاعتك تقدر تختار واحد من البدائل بتاعتها. طب ايه هي البدائل بتاعتها يا ابو حميد؟ البدائل بتاعتها بكل بساطه هي provided او provided that او in case او on condition that او as long as، وكمان معاهم suppose و supposing و imagine. يجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انت حاطط لي دول بلون ودول بلون تاني، وانت مش قايل ان دول بدايل اف، ليه حاطط لي دول بلون تاني كده؟ هقول لك لان في فرق بين الاثنين دول شويه. ايه الفرق؟ لو انت لقيت اكتر من حاجه من دول في الاختيارات بتاعتك هتشوف لو الحاجه اللي بيتكلم عنها هل هي تخيليه ولا لا. لو هو بيتخيل الحاجه بس كده يبقى تحط لي حاجه من الحاجات اللي محطوطه بالاحمر عندك هنا اللي هي suppose او supposing او imagine، لكن لو كانت حاجه حقيقيه يبقى ما تفكرش في suppose ولا supposing ولا imagine خالص. يجي واحد ويقول لي لا يا ابو حميد انا كده ما بقتش فاهم وحاسس كده ان الدنيا صحت مني. هقول لك تعالى بس نبص على الجمله اللي تحت ديت ونشوف الحل بتاعها هيبقى عامل ازاي.
احنا قلنا في الجملة دي واحنا بنحلها وبنترجمها قلنا ان احنا عايزين نقول لو، صح كده؟ وقلنا ان احنا ما عندناش اف الاختيارات بتاعتنا، وقلنا عايزين ندور على اي بديل لاف عندي في الاختيارات، فما لقيتش عندي في الاختيارات خالص بديل لاف غير كلمة ايه اللي هي provided that. يبقى هختار provided that هي الوحيدة اللي عندي اصلا في الاختيارات بديلة لاف. يجي واحد ويقول لي يا ابو حميد ما انا عندي ان كيز هي في اخر الاختيارات ينفع اختارها؟ اقول لك لا، احنا قلنا اسمها ان كيز بس مش ان كيز اوف دي يا معلم، عشان ان كيز اوف دي هنقولها بعد كده في حاجة تانية. يبقى بديلة اف اسمها ان كيز مش ان كيز اوف. طيب تعال اما ناخد جملة كمان، فالجملة هنا بتقول لي النقط our team won the world club what would they do. يعني هو عايز يقول لو فريقهم فاز بكاس العالم هم كانوا هيعملوا ايه؟ عايز يقول لو، صح كده؟ طب هو انا عندي لو اللي هي اف موجود عندي في الاختيارات؟ يجي واحد ويقول لي لا، ويجي واحد تاني يرد عليا ويقول لي يا ابو حميد يبقى انا هدور على البدايل بتاعت اف اختياراتي هنا. اقول له الله ينور عليك. يقوم باصص لي كده ويقول لي يا ابو حميد ده انا لقيت عندي provided that اللي هي بديلة الاف، ولقيت عندي unconditioned that اللي هي برضو بديلة الاف، ولقيت عندي imagine that هي كمان، اختار مين فيهم يا ابو حميد؟ ما التلاتة اصلا بدايل لاف. هقول لك يا ولدي مش احنا قلنا لو لقينا اكتر من بديل من البدايل دي عندنا في الاختيارات قلنا بنشوف الحاجة تخيلية ولا لا؟ لو تخيلية يبقى احط حاجة من اللي بالاحمر ده، لكن لو حاجة حقيقية وحصلت يبقى احط مين؟ احط الحاجات التانية اللي هي مش بالاحمر. طب هو فريقنا فاز بكاس العالم يا معلم؟ يوم واحد رد عليا زملكاوي كده ويقول لي لا ما فزتوش، او ما اقول له حبيبي انت اصلا ما وصلتش كاس عالم عشان تتكلم معايا. بس نرجع لموضوعنا، فهنا فريقنا ما فازش بكاس العالم، يبقى دي حاجة تخيلية. يعني بيقول تخيل لو فريقنا فاز بكاس العالم كانوا هيعملوا ايه، يبقى دي حاجة تخيلية. يبقى حط حاجة من الحاجات اللي بالاحمر هنا، يبقى حط يا اما suppose يا supposing يا imagine. فلقيت عندي في الاختيارات اللي هي imagine that، يبقى هي دي الوحيدة اللي اختارها عشان الجملة هنا تخيلية مش حقيقية. لحد كده تمام؟ طيب تعالوا بقى ما نخش على ملحوظة تانية. بيقول لي يا عزيزي ان لو النقط جاب لك وراها verb متضاف له ing او جاب لك noun، تاني لو النقط جاب لك وراها فعل متضاف له ing او noun، قال لي هتفكر لي في حاجة من الاربعة دول، يا اما in case of، يا اما in the event of، يا اما but for، يا اما without. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا عارف الفعل اللي متضاف له ing بس ساعات بتلخبط وما بعرفش اعرف الجملة دي هي بادئة بنون ولا لا، يعني انا ساعات كده ما اعرفش يعني ايه اصلا الجملة بيبقى جاي وراها نون، او ما اعرفش يعني ايه النقط جاي وراها نون. هقول لك تعالى ما اوريها لك في جملة كده تعرفها ازاي وتعرفها بالفهلوة زي ما بيقول. فالجملة هنا بتقول لك نقط an emergency landing the pilot will inform the airport authorities. انا جملة زي دي جات لي في الامتحان فانت مش عارف تحط لها اف ولا انليس ولا تحط لها ايه. فببساطه كده بص على الجمله الكامله دايما. فالجمله الثانيه اللي هي الكامله دي جايب لك فيها ايه؟ مش جايب لك فيها ويل والمصدر يا معلم؟ تمام. طيب هي مش الحاله اللي بيجي معاها ويل والمصدر لازم في الجمله الاولى تبقى زمن مضارع بسيط؟ يجي واحد ويقول لي ايوه. طب هو المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ مش بيتكون من الفعل بدون اضافه او الفعل متضاف له اس او اي اس او اي اي اس؟ طيب هل انا عندي مضارع بسيط في الجمله الاولى؟ يعني انا عندي في الجمله الثانيه في ويل، بس هل الجمله الاولى فيها مضارع بسيط؟ هل انا شايف في الجمله الاولى اللي هي ان ايمرجنسي لاندنج ديت هل فيها فعل بدون اضافه مثلا او فيها فعل متضاف له اس او اس؟ انا ما عنديش فعل اصلا فيها. ايمرجنسي دي معناها حاله الطوارئ، واللاندنج دي معناها هبوط، يعني انا ما عنديش زمن مضارع بسيط، صح؟ يبقى طالما ما لقيتش عندك الزمن بتاعك يبقى اعرف على طول ان دي جمله نون. يبقى تاني الجمله اللي ما تلاقيش فيها فعل يبقى دي جمله نون، تمام كده؟ طيب انا لقيت بقى عندي نقط وراها نون، احنا مش قلنا لو لقينا النقط وراها نون بنحط حاجه من الاربعه دول؟ طيب انا عندي مين فيهم اصلا في الاختيارات؟ ما لقيتش عندي غير حاجه واحده من الاربعه اللي هي ان كيس اوف، يبقى هي اللي اختارها. طيب تعالى اما نخش على جمله كمان، فالجمله هنا بتقول لك نقط knowing the truth I wouldn't have cold hair.
لقيت النقط هنا جاي وراها فيرب مضاف له اي ان جي، صح كده؟ يبقى فكر في حاجه من الاربعه، يا ان كيس اوف، يا اما ان ذا ايفنت اوف، يا اما وزاوت، يا اما بات فور. ولما جيت بصيت في الاختيارات بتاعتي ما لقيتش عندي غير مين؟ ما لقيتش عندي غير ان كيس اوف هي الوحيده بس اللي موجوده عندي، يبقى اختارها. طب يجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا حاسك كده في ملحوظه هتقولها دلوقتي، هقول له ليه بتقول كده؟ هيقول لي عشان انت حاطط لي ان كيس اوف وان ذا ايفنت اوف حاططهم لي بلون، وحاطط لي التانيين اللي هي وزاوت وبات فور بلون تاني، ما هم الاربعه لو شبه بعض او الاربعه بمعنى بعض يا ابو حميد يبقى انت كنت اكيد هتحطهم لي لون واحد. هقول لك الله ينور عليك، انا احب قوه الملاحظه دي. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان ان ذا ايفنت اوف وان كيس اوف الاثنين دول معناهم في حاله، لكن وزاوت وبات فور معناها بدون. يجي واحد ويقول لي يا ابو حميد طب ما احنا لما جينا نحل دلوقتي انا لقيت ان انا مش محتاج ان انا استخدم اصلا حته الترجمه دي فيها. هقول لك لكن تخيل لو جاب لك وزاوت وجاب لك ان كيس اوف الاثنين مع بعض في الاختيارات وجاب لك بعد النقط فعلا مضاف له اي ان جي، هتختار لي ان كيس اوف ولا وزاوت؟ يبقى ساعتها لازم تترجم الجملة وتشوف، والله عايز اقول في حالة يبقى احط يا اما ان كيس اوف يا اما ان ذا ايفنت اوف، لكن لو عايز اقول بدون هحط يا وزاوت يا بات فور. لا تعالى اما نشوف الجملة بتاعتنا ماشية ازاي. فالجملة هنا يا صديقي العزيز بتقول لي نقط his advice we would have got lost. لقيت عندي الجملة التانية فيها would have والتصريف التالت للفعل، واحنا عارفين ان الحالة اللي بيجي معاها would have وتصريف تالت للفعل دي بتبقى الحالة التالتة، فالمفروض يجي في الجملة الاولى الماضي التام اللي هو had والتصريف التالت للفعل. طب وانا عندي في الجملة الاولى had والتصريف التالت؟ يجي واحد ويقول لي لا يا ابو حميد انا ما عنديش هنا اصلا اي فعل، ده بيقول لي his advice اللي هي معناها نصيحته، يبقى انا ما عنديش فعل. يبقى طالما ما عندكش فعل في الجملة يبقى دي جملة noun. طب احنا قلنا لو النقط جاي وراها فيرب منضاف له ing او noun بنفكر في مين؟ قلنا بنفكر يا in case of، يا in the event of، يا without، يا but for. طب انا عندي مين فيهم في الاختيارات يا معلم؟ فيجي واحد ويقول لي الله يا ابو حميد ده احنا عندنا الثلاث حاجات، عندنا ان كيس اوف وعندنا ان ذا ايفنت اوف وعندنا بات فور، يبقى لازم اترجم يا معلم. فتعالى اما نشوف عايزين نقول في حاله ولا بدون. فبيقول لي ايه هيز ادفايس؟ نصيحته وي وود هاف جوت لوست، يعني كنا هنتوه. ينفع نقول في حاله نصيحته كنا هنتوه ولا بدون نصيحته؟ يبقى عايزين نقول بدون نصيحته كنا هنتوه. يبقى كلمة بدون قلنا معناها يا وزاوت يا بات فور، ما عنديش فيهم غير بس كلمة ايه اللي هي بات فور، يبقى اختارها. فيجي واحد ويقول لي يا ابو حميد انا ساعات ما بعرفش اترجم، اعمل ايه في الحالة دي؟ هقول لك شغل دماغك. هو هنا في الاختيارات جايب لك ايه؟ جايب لك ان كيس اوف وجايب لك ان ذا ايفنت اوف الاتنين، والاثنين اصلا بمعنى واحد اللي هو في حاله. طب هو انا ينفع احط لك اجابتين صح برضو؟ لا، يبقى اكيد الاجابتين مالهم، الاجابتين غلط والاجابه الثالثه اللي هي بات فور هي اللي صح. يبقى فهمت تشغل دماغك ازاي في الامتحان؟ طيب تعالى بقى اما نخش على كام ملحوظه تانيين، بس انا مش هقول لك الملحوظه الا اما نغلط في الجمله، وبعد كده اقول لك الصح بتاعها ايه وايه هي الملحوظه اللي على الكلام ده. فالجمله هنا بتقول لي النقط the plane leave on time I will arrive Paris at known. فمعنى الجمله هنا ايه؟ الطياره غدرت في وقتها انا هصل لباريس يعني على الفجر كده، يبقى عايز اقول لو، صح؟ لو احنا عارفين ليه معناها اف. طيب ينفع هنا اختار اف؟ فيجي واحد ويقول لي بص يا ابو حميد انا هقول لك بس ما تتريقش عليا. هقول له تمام قول لي. فهيقول لي والله انا لقيت عندي في الجمله الثانيه لقيت عندي ويل والمصدر اللي هي ويل ارايف، يبقى المفروض في الجمله الاولى يبقى في مضارع بسيط. هقول له تمام الله ينور عليك. ويقول لي لقيت فعلا في الجمله الاولى هو فعل بدون اضافه اللي هو ليف، يبقى كده ده مضارع بسيط، يبقى المفروض ان دي الحاله الاولى من حالات اف، يبقى اختار اف على طول. هقول له للاسف بقى انت غلطت في حاجه. ايه هي الحاجه؟ تعال اما افكرك ايه هو المضارع البسيط وانت هتعرف الملحوظه بتاعتي بتقول ايه. المضارع البسيط بكل بساطه يا شباب كنا قلنا
لو الجملة بدأ بآي أو وي أو يو أو زي أو اسم جمع كنا بنحط فعل بدون إضافة. لكن لو كانت الجملة بدأ بهي أو شي أو إت أو اسم مفرد كنا بنحط فعل متضاف له إس أو إي إس أو آي إي إس. طب هنا أنا بقولك the plane طيارة، هل الطيارة يجي معاها فعل بدون إضافة؟ ده أنا بقولك الطيارة ده اسم مفرد، يبقى الاسم المفرد لازم ياخد معاه فعل متضاف له إس أو إي إس. طب وهنا ليف متضاف لها إس أو إي إس، يجي واحد ويقول لي لا يا أبو حميد. طب ينفع هنا اختار اف؟ لا. ليه؟ لان القاعدة مش ماشية صح. احنا عارفين ان احنا لازم نختار مضارع بسيط في زمن صحيح، يبقى هو هنا مش جايب لي مضارع بسيط اصلا، ده جايب لي فعل في المصدر بس، لكن ده مش مضارع بسيط، لان لو مضارع بسيط كان المفروض ليف يبقى معاها اس. طب يا ابو حميد في الحالة دي المفروض نختار ايه؟ هقولك بقى ان لو انت لقيت الجملة التانية بتاعتك فيها ويل او ماي او كان والمصدر، ولقيت الجملة الاولى مش مضارع بسيط صحيح، لا ده انت لقيته جايب لك فعل بدون اضافة وخلاص، ايا كان بقى مع هي ولا شي ولا ات ولا اسم مفرد، هو جايب لك فعل في المصدر وخلاص، ساعتها بتفكر في حاجة اسمها شد. يبقى كده بقى عندي اف الحالة الاولى بتاعتها اللي هي مضارع بسيط، والناحية التانية ويل او ماي او كان والمصدر. ولو المضارع البسيط مش جاي مع ويل او مي او كان والمصدر، وجايب لي بس فعل في المصدر كده وخلاص مع الهي والشي والإت والاسم المفرد، يبقى فكر في حاجة اسمها شد. يبقى فهمنا ايه الفرق بينهم؟ يبقى طبعا في الجملة دي يبقى مش هختار اف لكن هختار شد. طب لو انا شلتلك ليف دي من عندي في الجملة وخلتها ليفز، يبقى كده مش هختار شد، لكن هنا هتبقى الجملة في الحالة الاولى اصلا بتاعت اف والجملة هنا صحيحة، يبقى كنت هختار اف. يبقى عرفنا ايه الفرق بين اف والشد. طيب تعالى اما نشوف الملحوظة اللي بعد كده، بس برضو نشوف الجملة ونغلط فيها وبعد كده اقول لك الملحوظة. فالجملة هنا بتقول لك نقط fail to be elected it would be a great disappointment for him. لقيت عندي جملة طويلة عريضة، فتعالى اما نشوف هنتعامل معاها ازاي. فالجملة التانية بيقول لك it would، جايب لك would وبعدها be، يعني would والمصدر. لو افتكرنا في يونت 14 كنا قلنا ان في حالة من حالات if كان بيجي معاها would والمصدر الناحية التانية، اللي هي كانت الحالة الكام، اللي هي الحالة التانية. وكنا قلنا ان if لما يبقى الجملة التانية بتاعتها would والمصدر كان لازم يجي بعدها زمن ماضي بسيط، صح كده؟ الماضي البسيط اللي هو بيتكون من ايه؟ اللي هو التصريف التاني، اللي هو فعل متضاف له دي او اي دي او اي اي دي او فعل شايس. تعالى كده اما نشوف هل الجملة الاولى جاي فيها ماضي بسيط ولا لا. فلقيت الجملة بيقول لي he fail، ده fail ده فعل في المصدر مش متضاف له اي دي اصلا، يعني مش في الماضي البسيط اصلا. طب ايه ده يا ابو حميد، انا المفروض would والمصدر احط معاها ماضي بسيط، يبقى انا هنا اعمل ايه؟ هقول لك يبقى دي الملحوظه بتاعتنا اللي بتقول لي لو انت لقيت الجمله بتاعتك الثانيه محطوط فيها would او could او might والمصدر، وما لقيتش عندك ماضي بسيط في الجمله الاولى، لقيت برضو فعل في المصدر كده وخلاص، يبقى تحط لي بدل اف كلمة شد. ألا هي كده شد يا ابو حميد بتيجي مكان اف في الحالة الاولى ومكان اف في الحالة التانية؟ هقول لك اه، بس لازم يجي معاها الفعل في المصدر. يبقى تاني لو انا لقيت الجملة التانية بتاعتي فيها ويل او مي او كان والمصدر، بس الجملة الاولى مش مضارع بسيط حاطط لي فعل في المصدر، اختار شد بدل اف. لو الجملة التانية فيها would أو could أو might والمصدر، ولقيت الجملة الأولى مش ماضي بسيط ده حطيت لي فعل في المصدر برضو بس، يبقى ما اختارش if واختار should. يبقى في الجملة هنا مش هختار if لكن اختار should. طب أنا لو كنت شلت لك fail دي وخليتها failed، يعني خليتها ماضي بسيط، ينفع اختار should؟ فيجي واحد يقول لي لا يا ابو حميد ده كده بقت ماضي بسيط والناحية التانية would والمصدر، يبقى دي الحالة التانية الصحيحة بتاعت if اصلا، يبقى اختار if. اقول له الله ينور عليك، هنا كنت ممكن اختار if او البدايل بتاعتها كنت ممكن اختارهم هنا، لكن طالما جاب لي فعل في المصدر وما جابليش ماضي بسيط يبقى اختار مين؟ اختار should. الجملة اللي بعد كده بيقول لي نقط I president I would be completely change the country. لقيت عندي في الجملة التانية في would والمصدر، صح كده؟ اه، يبقى المفروض ان دي الحالة التانية. طب الحالة التانية المفروض احط معاها ايه؟ المفروض احط ماضي بسيط عشان اختار اف، صح كده؟ تمام.
طيب هل انا لقيت ماضي بسيط هنا؟ لا. طيب هل انا لقيت فعل في المصدر عشان اختار شد؟ يجي واحد ويقول لي لا يا ابو حميد، ده هنا جايب لي اي اللي هو مش فعل اصلا، وجايب لي بريزيدنت اللي هي معناها الرئيس مش فعل برضو، يعني الجمله ما فيهاش اي فعل. هقول لك ايوه، يبقى هنا ولا ينفع اختار اف، ولا كمان ينفع اختار شود اللي هي البديله بتاعتها، لكن هختار حاجه تانية اسمها ايه؟ اسمها وير. الله، يعني كده يا ابو حميد لو انا لقيت وود او كود او مايت والمصدر في الجمله الثانيه، ولقيت الجمله الاولى مش ماضي بسيط بس لقيت فعل في المصدر، يبقى اختار شود. اقول له الله ينور عليك. ويقول لي لو انا ما لقيتش الفعل في المصدر ولقيت بس حطيت لي فاعل وبعد كده اي اسم او اي ضمير، يبقى ما احطش شود ولا اف واحط كلمه وير. اقول له الله ينور عليك. يبقى وير ما بيجيش معاها فعل، لكن بيجي معاها فاعل وبعد كده اسم او اي ضمير، ساعتها يبقى تقوم حطيت لي وير. بس تخلي بالك ان لازم الجمله الثانيه بتاعتك تكون فيها وود او كود او مايت والمصدر. لا تعالى اما اديك جمله كمان. فالجمله هنا بتقول لك نقط ايو I wouldn't buy this expensive camera. تعالى ما نبص على الجملة التانية دايما. فالجملة التانية بيقولك I wouldn't buy، يعني would وبعدها المصدر. طيب تعالى ما نشوف الجملة الأولى، هل انت ماضي بسيط عشان تبقي الحالة التانية؟ فما لقيتش ماضي بسيط، ده انا لقيته بيقول لي I وبعدها you يا ابو حميد، فاعل وبعد كده ضمير وخلاص، يعني مش جايب لي فعل صح؟ يبقى انا مش هينفع اختار اف اصلا، لان كده ما بقتش الحالة التانية الصحيحة اللي هي بتاعت اف. وكمان مش هينفع اختار شد عشان ما عنديش فعل في المصدر، صح كده؟ لكن ممكن اختار وير عشان جايب لي فاعل وبعد كده ضمير. يبقى انا لو لقيت الفاعل وبعده ضمير او اسم، اسم زي كلمه بريزيدنت والضمير زي كلمه يو، يبقى ساعتها اختار مين؟ يبقى ساعتها اختار وير. يبقى فهمنا ايه الفرق بين وير وشد واف. تعالوا ما نخش على اخر ملحوظتين، ومش عايزك تتعب ابوس ايدك، هما ملحوظتين بس. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. يعني ده والله تعبان. معلش خليها عليك، اخر ملحوظتين. طيب الملحوظه هنا بتقول لك ايه؟ تعال نشوف الجمله الاول وبعد كده نقول الملحوظه بتقول ايه. فبيقول لي النقط هي تو ترافل ابرود هيز وايف وود بي سيد. لقيت الناحيه الثانيه في وود والمصدر، صح كده؟ تمام. طيب المفروض الجملة الأولى تبقى ماضي بسيط عشان أحط إف، صح كده؟ طيب أنا عندي هنا ماضي بسيط؟ لا، ده أنا بيقول لي تو المصدر، يبقى هنا مش هينفع أحط إف. طب هل عندي فعل في المصدر بس بعد الفاعل على طول؟ فيجي واحد يقول لي آه يا أبو حميد عندنا ترافل هو فعل في المصدر، أقول لك اصبر ده جايب قبله تو. طب هو إحنا كنا قلنا مع شود إن بيجي بعدها تو المصدر ولا مصدر بس؟ كنا قلنا بيجي مصدر بس، يبقى شود مش هينفع أختارها. طب ينفع أختار وير؟ احنا قلنا ان وير بيجي بعدها فاعل وبعد كده اسم او ضمير. طب هل انا هنا عندي اسم او ضمير بعد الفاعل؟ يعني الفاعل عندي هنا هي مثلا، هل بعدها في اسم او ضمير؟ لا، ده جاب بعدها تو. يعني انا هنا يا ابو حميد ما ينفعش اختار وير؟ هقول لك لا، هنختار وير برضه. ليه؟ لان وير زي ما بيجي بعدها فاعل وبعد كده اسم او فاعل وبعد كده ضمير، برضه ممكن يجي بعدها فاعل وبعد كده تو والمصدر. يبقى انا لو لقيت فاعل والمصدر بس بحط شد، لو لقيت فاعل وتو والمصدر مع الحالة التانية بحط مين؟ بحط وير. يبقى في الجملة دي بختار وير. يبقى ببساطة مش عايزك تتلخبط في الحتة دي، يبقى شد بيجي معاها فاعل والمصدر بس، لقيت فاعل وبعدها تو والمصدر بتختار لي وير. طب نفترض ان هو كان عكس الجملة زي كده وقال لي وير هي نقط، يبقى كنت هختار ايه؟ ما احنا قايلين ان وير ما بيجيش معاها مصدر بس، بيجي معاها ايه؟ تو والمصدر. يبقى كنت هختار من اختياراتي تو والمصدر. طب لو كان خليها لي شود هي نقط، احنا قلنا ان شود بيجي معاها يا معلم، قلنا ان شود بيجي مع المصدر، صح كده؟ يبقى هنا كنت هختار ترافل بس. وخلي بالك مش هنختار ترافلز، عشان ترافلز دي فعل متضاف له اس مش فعل في المصدر، يبقى هنا كنت هختار ترافل بس. يبقى فهمت ايه الفرق بين شود وبين وير؟ طيب اخر بقى ملحوظه يا معلم، تعالى اما نشوف جملتنا وبعد كده نقول الملحوظه بتاعتنا. فالجمله هنا بتقول لي النقط يو فينيشد ايرلي يو وود هاف واتشد ذا فيلم. الجملة هنا في أنهي حالة؟ تعال ما نشوف الجملة التانية.
بيقول لي you would have watched، جايب لي would وبعدها have وبعد كده تصريف تالت. دي الحالة كام؟ دي الحالة التالتة. طب الحالة التالتة كان بيه معه would أو could أو might وبعد كده have والتصريف التالت، بس الجملة اللي بعد if كان لازم يبقى فيها ايه؟ ماضي تام. والماضي التام بيتكون من مين؟ من had والتصريف التالت للفعل. طب هو انا عندي هنا هاد والتصريف التالت عشان اختار اف؟ فيجي واحد يقول لي لا يا ابو حميد، ده انا ما عنديش هاد، ده انا عندي التصريف التالت بس اللي هو finished. طب وانا ينفع اختار اف هنا وخلاص؟ هقول لك لا، يبقى كده اف هنا غلط. طب ايه البديله بتاعت اف لما يكون ما عنديش ماضي تام في الجمله بتاعت الحاله التالته يا ابو حميد؟ هل اختار وير هي كمان؟ لا. طب هل اختار شود؟ لا، لكن اختار مين؟ هختار هاد. يبقى البديله بتاعت اف في الحاله الثالثه لما يكون مش عندي ماضي تام بختار هاد، يبقى هنا هختار هاد. يبقى بدايل اف كده لما تكون اف مش نافعه عندي ايه هما؟ عندي شود بس لازم يجي معاها فعل في المصدر، وبتيجي مع الحاله الاولى ومع الحاله الثانيه. يعني انت لو لقيت الحاله الاولى بتاعتك اللي هي ويل او ماي او كان والمصدر وما لقيتش عندك مضارع بسيط صحيح، يعني لقيت فعل في المصدر بس، يبقى تختار لي شود. لو لقيت عندك الجمله في الحاله الثانيه، يعني لقيت وود او كود او مايت والمصدر ولقيت الجمله الاولى حاطط لك مش ماضي بسيط، حاطط لك فاعل وبعد كده الفعل في المصدر برضه، يبقى تختار لي شود. لكن لو لقيت الجمله برضه في الحاله الثانيه اللي هي وود او كود او مايت والمصدر بس لقيت الفاعل مش وراه المصدر، ده وراه اسم زي بريزيدنت اللي احنا حليناها، او ممكن تبقى كينج او ايا كان، او ضمير زي يو مثلا اللي احنا حليناه، او تو والمصدر، كنا بنختار وير. لكن لو كانت الجمله في الحاله الثالثه اللي هي would او could او might have والتصريف التالت وما جابليش ماضي تام في الجمله الاولى، ده جاب لي تصريف تالت بس، يبقى ما بنختارش اف وبنختار هات. يبقى هي دي بكل بساطه البدائل بتاعت اف.